من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم من فضلك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يدل على أن محبة الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه من الإيمان، وأن انتفاء ذلك ينتفي به الإيمان، ولكن هل هو انتفاء لأصل الإيمان أو لكماله؟ نعم، الثاني، انتفاء لكماله وليس لأصله. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يعامل الناس بهذه المعاملة، لا تعاملهم بشيء لا تحب أن يعاملوك به. ولهذا جاء في الحديث الآخر من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابدأ بنفسك؟ فيقال لا منافاة، أنت أحب لأخيك من التقدم ما تحب لنفسك، ولكن لست مأمورا بأن تقدمه على نفسك. لكن باب الإيثار شيء آخر، والإيثار إما أن يكون بالواجب أو بالمستحب أو بالمباح. فالإيثار بالواجب حرام، لأنه يتضمن إسقاط الواجب. مثال ذلك إنسان معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد، وليس هو على وضوء ولا رفيقه على وضوء، فإن آثر به رفيقه تيمم، وإن توضأ به اكتفى به. فهل يؤثر رفيقه بذلك ويتيمم؟ لا، لأنه يجب عليه استعمال الماء، والإيثار مستحب فقط. وأما الإيثار بالمستحبات فمثل أن يكون الصف الأول فيه مكان رجل واحد، وأتيت أنت ورفيق لك، فهل تؤثره في هذا المكان أو تقدم نفسك عليه؟ نقول قدم نفسك، لأن الإيثار بالقرب لا ينبغي، فإنه قد يؤذن بزهد الإنسان فيها ورغبته عنها. لكن هذا في ترك مستحب، فإذا كان ترك المستحب هنا يترتب عليه مصلحة أعظم منه، أي من فعل المستحب، فلا بأس بالإيثار، كما لو كان الذي معك أبوك، ولو تقدمت عليه لا كان في نفسه شيء عليك، فهنا نقول تقديمه أفضل. وكذلك لو كان في تقديمه تأليف لقلبه، كما لو كان رجلا أميرا أو وزيرا أو ما أشبه ذلك، مما يعتقد أنك لو تقدمت عليه لكان ذلك يعني إهانته، فهنا درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. وأما الإيثار بالمباح فإنه مصنوع مستحب، لما في ذلك من الإحسان إلى الغير والتخلق بالأخلاق الفاضلة. ولهذا امتدح الله الأنصار الذين قال فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.